السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع زر لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. تابعوا الفيديو حتى النهاية. شاهد جملتين قالهما عصام الشوالي تسببت في إهانة الجزائر وسقوطه من قلوب الجزائريين. أصبح المعلق التونسي عصام الشوالي يثير موجة سخط واستهزاء من طرف الجزائريين بسبب انحيازه وتشجيعه الفاضح للمنتخب المصري ضد الجزائر.